السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولكن قد حكينا عثمان شيخ صومالي وحن جوغا قل مدك برحلي حافظ برحلي وحن دقنا هوتيل كهل يراه عيدا مدي قل مدك باي قوي هوتيل كي يقصى قراعي تليها بوليس كاي دلي يا دارد سبعي لهي قعدت واجب ده وجه ده أمريكا ستي سبارة قعدت رفيري هوي أسكوك هاي تقى هبر كده مسكين كالله وي مسكين كالله شخص ومار أيضا ماذا بوليس كايد دي له هو قل مدك بوليس بدن باي قصوا صعبة بلس بدن بقى يقول صلاة صعبة جعمها موجه ده هبر قدر بقى اسكوه كاي تكت قال مدك حاف باو كمس سوى لوحة يقول دعا مدحوا اي جمعية يا دارو اسماعي هاي أنا تام بهد بوريس كي باورتي وصوصة قرصة ما مغلصة ما مغلصة نقول حب باورت أنا تام بعد ما نكره ما مغلصة نقول حب باورت سوى مغلصة بغلاء بوليس يدل جوغة نقول حب باورت سوى مغلصة هوتيل كي هردو مين هوتيل كي هوتيل كي هردا ميهين يا دار اسماعيل هاي ما مغلصة الباب كي بيقرا عير انا تابي سويت بكرا ما مغلصة ما مغلصة انا تابي سويت بكرا فري مايا طلعي يا دار هاي ما مغلصة انا تابي مكرا ما مغلصة يا دار اسماعيل هذا انت تهبر كده ما يدير شيء ومسكين كي بغر صومالي وش صومالي بغر واحد وما مغلصة وش صومالي انا انت ما عندي مشكله راح يتلاي قال مدك عيد تهبر كده تلاي يا دار هذاي ودمي معايا فريدم فريدم اوف سبيك أما أمريكا ستيسر يا دارو داش يا دارو داش ما مغلصان وين سكرت فور الله حبطة يقوى هيا وين سكرت أنا تايم بيجي لك أنا وعيدك كيك المدك هوية طلع يا دارو اسماعيل هاي طلع يا دارو اسماعيل هاي طلع يا دارك عادي حنون سي والله أرجع قال طلع يا دارو اسماعيل هاي أرجع قال دمين أيوة فرير ما سبيت أنا مالك أنت تيسر وجدت قعد على قعد يا لوس غبرت وجدت في رنا ما في سبيك طلع يا دار اسماعيل حاف وتوك توك نالك هبر كدير ولا قد كلمة لا قصر باي ولا قد كلمة لا قصر باي وانت من هيا ولا قد كلمة لا قصر باي طلع يا دار هذا يا دار هذا يا دار اسماعيل هاي طلع كلمة ولا قد لا قصر باي ولا قد لا قصر باي قبيل بعدين هوية دمن هاي أما مالك أنت تيسر هدي لك هبر كدير بعد شهبر كدير هبر كدير بعد الشيء هبر كدير ها إيه قاعد تلفون كده حاجة دور ورا